يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 34، الصغرى 23، الإسكندرية 34 23، مطروح 36 23، بورسعيد 28 21، والإسماعيلية 35 20. ننتقل إلى السويس، العظمى 35 والصغرى 21، العريش 29 17، طابة 35 23، شرم الشيخ 37 27، الغردقة 36 26. ثم في الأقصر، العظمى 38 الصغرى 28، أسوان 39 29، الوادي الجديد 40 27، شلاتين 35 25، وأخيرا حلايب 33 24. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.